ضمن مبادرة الجمعية أدم نعمتك، خصصت جمعية خيرات لحفظ النعمة الخيرية غير الربحية سيارات وعمال من أجل نقل فائض الطعام من مهرجان الملك عبد العزيز لمزايين الإبل في واحدة من الخطوات التطوعية التي تستحق إلقاء الضوء. ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ عبد الله السبيعي وهو المشرف العام على جمعية خيرات حفظ النعمة الخيرية. أستاذ عبد الله حياك الله معنا في أهلا. يا هلا وسهلا، والله يمسيك بالخير ويمسي اخواننا المشاهدين والمشاهدات. حدثنا عن هذه الخطوة. هذه الخطوة هي مبادرة أدم نعمتك التي يطلقها نادي الإبل بالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ فائض الأكل في المناسبات العامة والخاصة في المهرجان وفي المخيمات التي يقام فيها حفل العشاء والغداء لأصحاب المنجيات المشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز. طبعا الجمعية تنتقل بفرق كاملة تبلغ أكثر من 30 سيارة مبردة وأكثر من 75 عامل ميداني يعملون على مدار الـ 24 ساعة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل النسخة السادسة. نعم أستاذ عبد الله السبيعي، شكرا جزيلا لك ومباركة كل جهودكم إن شاء الله.